سيارة مخجرين وحلقة جديدة من لعبة روبلوكس. واليوم يا جماعة راح يكون عندنا الهروب من الخباز. هذا الخباز اللي ورانا هو اللي راح ان شاء الله راح نهرب منه من المخبز حقه بعد. فيلا يا جماعة ما نطولها مع بعض، لايكاتكم ودعمكم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبتدي مع بعض عشان نقدر ان احنا عبد الله ايش فيه؟ انا بعرف ليش هم يقدرون يدفعوني وانا ما اقدر ادفعهم. انا مستغرب من هذا الموضوع. انا ملاحظ هذا الشيء بعد، انهم يقدرون يدفعوني بس انا ما اقدر ادفعهم، فهاي مشكلة. ان لا 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 هي مشكلة تخليني اموت. ملاحظين؟ شوفوا ما اقدر ادفع احد، لكن في المقابل يقدرون يدفعوني. ما ادري هل لانهم يلعبون على الجوال وانا العب على البي سي، ففي عنصرية. الموضوع ظاهر يعني، هذا الموضوع في عنصرية. واضح وضوح الشمس. متنا اول موتة ويلا بسم الله نبتدي مع بعض. كم شيء لمتى المكان بيكون في عقبات؟ خلاص عاد خلاص. اوكي انتظر شوي. همت. ثواني دقيقة. ركز. يلا روح. الله قوم عني، مو قادر احرك. عجزت انط. ما ادري كيف انط عنها. ما اعرف كيف انط عنها. مرة ثانية انتظر شوي. عبد الله المفروض انه يموت، وانا بعد المفروض اني اموت لاني تاخرت شوي في الانطلاق. يلا مرة ثانية. مكان غريب. يلا دقيقة انتظر. لا تروح. يلا ما عديت. قبل شوي كنت اعديها بسهولة، الحين مو قادر اعدي. ثواني دقايق. يلا روح. ليش مات؟ يا ليل. يا الله ايش الكارثة هذه؟ انتظر شوي. اوكي يلا روح. لا يا اخي لما انا تكمل وانت ماشي، ليش يوقف؟ كمل وانت ماشي يا اخي، المكان صعب. مرة ثانية. يلا ايوه. اوكي ايوه الحمد لله، والله معاناة. ثواني ايوه همت. انخبزت يا جماعة، اكيد بنخبز زحمة. همت يا ليل، ايش الزحمة هذه؟ يلا مرة ثانية. لا هي مو زحمة، هي الموتى مو زحمة، بس لحق يدفعني. شفتون؟ ما لمستني. مات لحاله. اوكي حلو. شوي لا حد يقرب مني لانه راح تدفعني. ايوه هم. اخذت تشيك بوينت، انا اخذت تشيك بوينت بس انا قاعد اندفع. او ماي جاد، الخبز ترى قاعد يختفي. وين اروح؟ مو فاهم، وين اروح؟ وين؟ كيف؟ كيف؟ وين اروح؟ وات؟ ما اشوف شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الو؟ انا ليفل 6 الحين. بموت. خليك هني. اوكي، المكان غريب. يلا. ايوه، والحين ما اشوف شيء. اوكي، انتقلنا بعد لمكان ثاني. همت. لا اوكي، ما يحتاج ترجع. اتوقع اني وصلت، ما يحتاج اني ارجع. صح. ليش اعيد؟ روح يا ليل، الماب خربان هذا يا جماعه. يلا من جديد. كمل لهني. خلاص وقف. المكان اللي بعده هني. وقف. انتظر شوي. يلا يا سلام، والحين راح اطلع. طبعا الصح هني، بس هم يرسمون لنا الجهه الثانيه.
اخذ تشيك بوينت. اوكي ما ادري الظاهر اني اخذ تشيك بوينت. يلا يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو. يلا يلا الحين يبتدي الجد بدون ما حد يدفعني بليز. بدون ما حد يدفعني بليز. كان يمدينا اعدي تصدقون؟ كان يمدينا اكمل المكان بس للاسف ما رحت. يلا مره ثانيه كمل طريقك. تشيك بوينت ليفل 8 ندخل الحين هني داخل. يلا خلينا نشوف وش ينتظرنا ورا المنطقه هذه. ايوه الماب عباره عن اشياء غير متوقعه. فجاه تلاقي اشياء تموتك شوي. ايوه انتظر هذه. لا حيدفع لا حيدفع لا حيدفع. وقف مكانك وقف مكانك. اي الله يلا عبد الله لا تدفعني. عبد الله بليز عبد الله بليز. اوكي واحدة باقي باقي واحد. لا حيدفعني لا حد يدفعني لا حيدفعني بليز بليز. روح 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 روح. اوكي كملناها. تشيك بوينت. الماب كله عقبات. الماب كله عقبات. عقبات متحركة ترى يعني مو عقبات عادية. حرك. اوكي كملنا هني ويلا مشينا الباب هذا. هذا الباب تشيك بوينت اعتقد. شوي شوي. ايوه انتظر. ووو عديت على الاخير. المفروض اني ميت احس. المفروض دقيقة في باب هني. الباب مغلق. جماعة قاعد يموتون. اوه 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 في اسهم. في اسهم تموت ما كنا ندري. الماب كله كله عقبات. يعني في عقبات غير متوقعة موجودة في الماب. يا الله يا الله. بعد بعد نفس الشيء. اوكي في حد بيفتح الباب. قاعد ينفتح لهم الباب بس مو انا عاد. انتظر خلي اطلق اطلق. اوكي اللي بعد اطلق. لا احرك انا. ايوه اضغط الزر انزل امر وجهني. وما في تشيك بوينت ترى. يعني لا تموت حرفيا لا تموت لان ما في تشيك بوينت. لازم اتوقع المفك عشان اقدر اروح وافتح الفنت وادخل داخل اظن. فانجي هني ناخذ المفك هذا البسيط اخذناه معانا. طبعا هذه نايمه حاليا والفنت انفتح على طول. يلا داخل داخل كريم داخل داخل. يلا يلا مشينا ليتس جو. تشيك بوينت. هذه متحركه هي سهله. المفروض انه ما حيدفعني. يا جماعه تدفعوني ليش؟ لا حيدفعني. خلوني ادخل على راحتي. بدخل بدخل برضاي. والله بدخل برضاي. لا تخافوا ما بهرب. اوكي حلو حلو. يلا مشينا كمل طريقك. هم تشيك بوينت وهم عقبات. عبد الله بيصدمني بسرعه 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 قبل لا يصدمني بسرعه. اتوقع انه ما يدرون اني قاعد اندفع اظن يعني مو متاكد. يلا ناخذ تشيك بوينت. اوكي اركب فوق. حلو يلا ندخل هني داخل. وطلعنا جهة ثانية. هم تشيك بوينت حاليا. وات هي ليش مت؟ هي ليش مت؟ ما في شيء موت بس المفروض تاكلني يعني. وبعد ما تاكلني كم الو حتى مو قادر تاكلني. بعد ما تاكلني يبتدي المشوار الثاني. هذا المشوار الثاني. ليتس جو. تشيك بوينت. نط انا وتوني ماشيين الى التشيك بوينت اللي بعده. بعمت يا ليل خلاص. احس لو يحسبون عدد الموتات متنا كثير في الماب هذا. حرفيا متنا موتات كثيره في الماب. تشيك بوينت الله كل واحد جهه. نايس عدينا الجهه هذه. وش عندنا؟ عندنا الحين الشيء هذا الغريب. الرك هذا القلب. والله شكل القلب غريب. تشيك بوينت هني بالحظ بالحظ. مو هذه. اوكي النص 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 النص. ايوه وبعدها مو هذه ولا هذه. اليسار. اوكي ايزي. هاي كانت سهله عديناها. ويلا يا جماعه خلينا نكمل مع بعض. واو واو
اوكي قدرت اكملها بدون ما اموت الحمد لله. يلا خلينا نشوف وش راح يكون عندنا الحين. الحين طلعنا في المنطقه هذه، في عندنا باب هني، الباب هذا مفتوح طلع مو مغلق، بس نكمل بسهوله تامه وشيء بسيط. افتح الباب وخلونا الحين نركب هني فوق. ايوه وادخل. اوكي شكلنا راح ننتقل لمكان ثاني. يب انتقلنا مكان ثاني. الحين بدا يصير الماب تقريبا منطقي. منطقي وموتنا. لا مو منطقي، بما اني بموت في مكان ما يموت معناته مو منطقي. كنت بقول انه صار منطقي لان انا وين؟ وات؟ انا وين؟ الو؟ انا ايش اللي جابني هني؟ اعمت؟ اعمت؟ يا جماعة انا ايش اللي جابني هني؟ انا ما كنت هني. ايوه حلو عديت. وصلنا 27 مصدقين يا جماعة؟ النقط الخضراء تموت. يا الله غير متوقع، غير غير متوقع. يلا 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 نط. من مت في ماي يا حبيبي؟ وانا قايل لكم الماب غريب عجيب، الماب فيه عقبات غير متوقعة. شوفوا في ماي قاعد انتظر الماء. لازم اضغط. اما ما كنا ندري ان احنا لازم نضغط. حلو حلو اللي بعده يا حبيبي نط. لا هو شوفوا بشكل عام انا اشوف الجماعة قاعد يكتبون ان الماب صعب. فعليا ترى الماب يعتبر مو من المابات السهلة. الو الو اوكي نخلني ما اعتبر المابات سهله، يعني في مابات تكون سهله جدا بس تمشي وخلاص. هذا الماب لا، هذا الماب يعتبر يعني في محتوى شوي، يعني في تحتاج نطاط، تحتاج حركات معينه عشان تقدر تكمل. فمثل ما تشوفون يا جماعه قدرنا نكمل الماب بشكل كامل. اتمنى عجبكم المقطع، كلكم ضغطوا زر لايك، اشتركوا في القناه ونشوفكم على خير ان شاء الله في مقاطع ممتعه اخرى من لعبه روبلوكس والعاب ثانيه. مع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.